غادي يستناو شويه ديال المتابعين انهم يطلعوا من بعد غادي نبداو المباشر. إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من الحمامة البيضاء من مدينة تطوان. بطبيعة الحال فموضوع اليوم هو الماتش اللي غادي تلعب هنا بالمغرب بمركب محمد الخامس واللي غادي يجمع ما بين فريق الرجاء البيضاوي والأهلي المصري. بطبيعة الحال فالنتيجة المسجلة بمصر هو انتصار فريق الأهلي المصري بهدفين لصفر. المقابلة الثانية أو نصف النهائي الثاني فغادي تلعب هنا بالمغرب هي مباراة الكبيرين سواء لاعبين أو جمهور. طبيعة الحال فمعنا مصري مقيم هنا بالمغرب وبالضبط بشمال المملكة وبالضبط بمدينة المدية ويعني تابع الماتش ديال الأهلي المصري والرجاء البيضاوي هو متشوق لهذا الماتش وبطبيعة الحال فهو كيقول ميمكنش أنه يفوت الفرصة باش أنه يستمتع بالأجواء هذا اللقاء وبطبيعة الحال فهو كيقول بأن يعني الأهلي المصري ضمن يعني تقريبا 80% أنه غادي يمر لنهاية عصبة الأبطال الإفريقية. متابعينا الكرام باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر. متابعينا الكرام أولا رزق مرحبا بك في قناة شوف تي في قناة الشعب. أول حاجة عرفنا براسك شكون هو رزق؟ جيتي للمغرب هضرنا شوية على المغرب باش نلقيك مرحبا ومن بعد نهضروا شوية على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل حب في المغرب الجميل من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. كل التحية وكل التقدير للشعب المغربي المضياف الكريم اللي أنا شخصيا بعيش في هذه البلاد الطيبة بأمن وأمان بأمن وأمان. بيسألني البعض لماذا تدافع عن القضايا المغربية لأني ولما لا أنا بالعكس أنا أجد نفسي مداع يعني هذا البلد الطيب وهذا الشعب الكريم أجد نفسي له حق علي حق أن أنا أدافع عن كل قضايا لأنه بالفعل الحمد لله رب العالمين بعيش بأمن وأمان في وسط هذا الشعب الطيب الكريم ودائما بقول المملكة المغربية الشريفة. المباراة طبعا المنتظرة المباراة الكبيرة بين الكبيرين أو الكبيرين النادي الأهلي والنادي الرجاء لكن طالما المباراة إن شاء الله هتكون هنا في الدار البيضاء عاصمة الرجاء البيضاوي العاصمة الكروية الكبيرة والاقتصادية الكبيرة للرجاء وطبعا بالقسمة مع نادي الوداد عشان ما نزعلش إخواننا الوداديين يبقى الرجاء رجاء ويبقى جمهور الرجاء الكبير جدا اللي بيمتع العالم كله مش بس المغرب فحسب بل العالم كله. وبالتالي الماتش قد يظن بعض الأهلوية أو النادي الأهلي يظن أن الماتش هيكون هنا مباراة سهلة. لا طبعا أنا حضرت الجمهور الوداد قبل كده والوداد كاين لسه موجود في البطولة وموجود وكمان وبقوة وبالتالي لا يظن الأهلوية أن المباراة ستكون مباراة يعني تحصيل حاصل أو أنهم خلاص وصلوا إلى الدور قبل النهائي. لا ما زالت المباراة موجودة وما زالت البطولة موجودة في الدار البيضاء إن شاء الله تعالى وأنا إن شاء الله عندي أمل كبير جدا بما أني أصلا رجاوي بعد أن طبع النادي الإسماعيلي النادي المحبب بتاعي بعد أن طبع أو نوع من التوأمة ما بين الإسماعيلي المصري وما بين نادي الرجاء ومن ثم فأنا رجاوي أصلا من زمان يعني وليس من النهاردة فحسب. وبالتالي إن شاء الله سأكون في المباراة وسأكون إن شاء الله بين جمهور الرجاء اللي أنا شخصيا بعشق كل يعني أهزيجه وأغانيه وتشجيعه وكمان الأغاني الوطنية اللي لها معاني كبيرة جدا جدا. فأنا بشكر والله كل ألترس نادي الرجاء وأيضا إن شاء الله تعالى حنشوف مباراة كبيرة تليق بالفرقتين. النادي الأهلي كبير ما ننكرش وجمهوره أيضا كبير لكن أيضا الرجاء أيضا له يعني خزائنه ملأة بالبطولات وسمعته كبيرة سواء على المستوى المملكة المغربية أو حتى على الصعيد الإفريقي وأيضا الدولي أنه شارك في أكثر من مرة بطولة العالم كأس العالم للأندية. ومن ثم نحن إن شاء الله على يعني موعدون أو على وعد بوجبة كروية دسمة
ما بين الكبيرين نادي الرجاء وشقيق النادي الأهلي، وإن شاء الله تعالى نرى الرجاء يسجل ويسجل وتخطى الهدفين عشان بحول الله تعالى يصل إلى المرحلة التالية وهي المباراة قبل النهائية. وإن شاء الله تعالى في تصوري لو تخطى الأهلي هذه إن شاء الله المرحلة سيكون إن شاء الله على موعد للوصول إلى منصة التتويج في نهاية أو في المباراة النهائية. وبحول الله تعالى يعني أقول لجمهور النادي الأهلي إياكم أن تظنوا أن الرحلة مجرد تحصيل حاصل مرة تانية أول في الدار البيضاء. هناك موقعة ما زالت جمهور الرجاوي معروف، ما زالت العناصر كمان نادي الرجاء البيضاوي قادرين إن شاء الله على تحقيق النتيجة المرجوة منهم. وإن شاء الله تعالى يوم السبت القادم موعدنا في أمام الاستاد الأول إن شاء الله تعالى، ثم في قلب الجمهور الرجاوي لنشجع حتى نعبر النادي الأهلي المصري. قد يتعجب البعض مني إزاي أنا بشجع الرجاء. أنا قلت لكم أنا يعني اسماعيلاوي ومن زمان ما أشجع الرجاء هنا، وأيضا على فكرة عشان ما يزعلش إخواننا بتوع الوداد أيضا أحب الوداد لما يلعب خارج القطر المغربي. إذا إن شاء الله تعالى إحنا على موعد بوجبة كروية ممتعة بحول الله، وإن شاء الله تمر المباراة على خير، سواء بأن كان يعني استطاع الأهلي هو يواصل أو أن النادي الرجاء حقق مش المعجزة أو المستحيل، لا الرجاء احنا شفنا في ماتش الوداد مع الرجاء في كأس العرب كيف قلب الطاولة على الجميع ووصل نادي الرجاء. إذن الرجاء إن شاء الله تعالى كل أمل إن في جمهوره وفي إدارته وفي لعبته إن شاء الله تعالى هم يحققون المكسب حتى إن شاء الله تعالى نصل إلى منصة التتويج والفوز بالبطولة، وهذا إن شاء الله ما نأمله. أنتم أيضا أتمنى أن تكونوا على الموعد يوم السبت بحول الله تعالى كل المستمعين يعني إن شاء الله تعالى حتى نستمتع بهذه المباراة. في النهاية بشكر كل متابعي. نختم سيد وقش غادي تسافر يعني في غادي تمشي أكيد بأن رحلة متعبة يعني من المطيق أقول لحضرتك حاجة، بالفعل هي متعبة، لكن أنا بستمتع بجمهور الرجاء ونظامه والأغاني بتاعته، رغم صحيح أن أحيانا ما بفهمهاش لكن يعني كمفردات، لكن أنا عارف أنه أغاني سبحان الله العظيم فيها شيء من الوطنية، بيحمل عنده نوع من حمل هم المواطن وهم القضايا الوطنية، وبالتالي هنا يأتي إبداع جمهور نادي الرجاء. إن شاء الله تعالى هسافر إن شاء الله قبلها بيوم وبات إن شاء الله هناك في الدار البيضاء أيوة، وإن شاء الله أكون باكرا في أمام المركب يعني عشان نشارك يعني الأخوة المشجعين للرجاء، وأيضا نلتقي يمكن حما كمان نعمل لقاءات مع بعض يعني الأخوة الأهلوية نرحب بيهم هنا في المغرب المضياف وشعب الكريم. في النهاية بشكركم يعني بشكر كل المستمعين شوف تي في، وإن شاء الله تعالى نبارك لبعض. دائما كتلبس اللون الاحمر المباراه ديال هادو، واش غادي نمشي باللون الاخضر ولا غادي نمشي انا قاسم بقى نصين، نصف اصفر ونصف اخضر ونصف طبعا الاخضر فوق والاصفر الاسماعيلاوي هيبقى النصف اللي الاسفل، لكن طبعا هلبس الاخضر ان شاء الله تعالى. عندي والله على فكره عندي وهتشوفوه ان شاء الله تعالى من امام الاستاد اللون الاخضر كامل لون الرجاء بحول الله تعالى. اتمنى ان شاء الله تعالى تخرج لنا المباراه بشكل يليق بالفرقتين الكبار، وايضا طبعا تنظيميا انا عارف طبعا الحمد لله رب العالمين الجامعه الملكيه المغربيه ونادي نادي الرجاء قادر ان شاء الله قادر، والاجهزه التنفيذيه في الدار البيضاء شفناها احنا في كاس العالم، بطوله كاس العالم للانديه كانت التنظيم كان بديع جدا، ومن ثم انا يعني انتهز هذه الفرصه وبشكر الجامعه الملكيه المغربيه على الإدارة البديعة لها للكرة المغربية في عموم القطر المغربي، وأنا بزور على فكرة بزور أنا ملاعب القرب وننقل المباريات من قرى بعيدة جدا جدا، ورغم ذلك الحمد لله رب العالمين الأضاءة موجودة والتجهيزات موجودة، وأيضا السلطات الأمنية سواء القوات المساعدة أو الشرطة موجودين، ومن ثم بشكر كل الأجهزة التنفيذية اللي هي بالفعل بتعطي صورة بديعة جدا على أن الدولة المغربية بكل مشتملاتها أو كل يعني أجزائها وأجهزتها ما شاء الله يعني شغالة بشكل صحيح، ومن ثم أسأل الله عز وجل أن يحفظ
وهذه الفرصة أيضا يعني يحفظ الملك محمد السادس ويحفظ الشعب المغربي الكريم. وأنتم أيضا متابعي الكرام، أتمنى أن تكونوا دوما بكل خير وبكل حب، دمتم في أمان الله. كان معكم رزق المدني، كاتب وإعلامي مصري مقيم في المغرب الحبيب. شكرا. المتابعين الكرام، يعني مصري عاشق لفريق الرجاء البيضاوي وطبيعة الحال فهو غادي ينتقل من شمال المملكة، يقول بأنه متابعينا الكرام غادي يلبس اللون الأخضر لتشجيع فريق الرجاء البيضاوي، وكذلك فهو غادي يجلس ما بين الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي لاستمتاع أكثر متابعينا الكرام بهذا المقابلة وبالأهازيج ديال يعني الجماهير ديال الرجاء البيضاوي. متابعينا الكرام، إذا متتبع قناة شوك تي في، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.